دشن ركن التدريب بقوات قفر السواحل بحضرموت النقيب جمال العلوية برنامجا تدريبيا شاملا لرفع كفاءة منتسبي القطاع الشرقي بتوجيهات مباشرة من قائد قوات قفر السواحل العقيد محمد بامهير. وخلال التدشين أكد ركن التدريب العلوي على أن البرنامج التدريبي مصمم لرفع مستوى الكفاءة القتالية للوحدات في إطار حرص القيادة ممثلة بقائدها العقيد محمد بامهير وتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة وسرعة.